بيننا نتحدث قليلا تاريخيا، حقيقة نلاحظ بأن الثورة التي تحصل الآن هي لم تبدأ إلا في العام 2006 تقريبا، في العقدين الماضيين، وهذا يعني تسارع كبير في التطور الرقمي والتكنولوجي بشكل كبير. اليوم حجم القطاع الرقمي في العالم يصل إلى مستويات الـ 2 تريليون، ومرشح إلى أن يصل إلى 2.8 2.8 تريليون مستقبلا. ما يحدث في المملكة اليوم، حجم القطاع الرقمي يصل إلى مستويات 460 مليار ريال، واليوم وصل مساهمة هذا القطاع الرقمي إلى 10% من حجم الناتج المحلي. كان مستهدف على 10% في 2030، ولكن حققنا هذا الرقم قبل هذا الموعد. الآن تغيرت المستهدفات، 18% هو المستهدف للعام 2030 ليكون حجم مساهمة القطاع الرقمي والخدمات الرقمية في الناتج المحلي. لدينا استراتيجية واضحة وأهداف واضحة. مؤتمر مهم يحدث في المملكة كل عام، وهو مؤتمر ليب، الذي يعتبر واحد من أكبر المؤتمرات في العالم الرقمية. في هذا العام حققنا أكثر من 215 ألف زائر لهذا المؤتمر، وقعت أكثر من 9 مليار دولار اتفاقيات. لذلك هذه الأرقام تؤكد بأن الخليج في المجمل، المملكة على وجه الخصوص، ماضية في التحول الرقمي، وبأن الاقتصاد الرقمي هو المحرك الأساسي للدول وللناتج المحلي مستقبلا. ونؤمن بأن لا تنمية اقتصادية ولا اجتماعية ولا ثقافية من غير اقتصاد رقمي.